فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا التصرف، حيث أطال بالناس صلاة العشاء وقرأ بالبقرة، ووصف ذلك بأنه فتنة للناس، وأرشده إلى أن يقرأ بمتوسطات المفصل، من أوساط المفصل الليل إذا يغشى، والضحى والشمس وضحاها، فهذا يقرأ به في ما عدا الفجر يقرأ فيه من طوال المفصل، وهو كما سبق ما بين سورة قاف إلى سورة عمّ، وفي المغرب من قصار المفصل، وهو من الضحى إلى آخر القرآن، آخر سورة الناس. وفي البواقي الظهر العصر العشاء يقرأ من أوساط المفصل، وهو ما بين عمّ إلى الضحى. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم.